كاسه شاي يا ولد. شبه هذا اخونا قاعد لحاله وساكت مثل التلميذ النجيب. الظاهر تجارته بايره بهاليومين وما له عمل الا تصريفه. يمكن طابص له شي طبسه لقرايط ادانه ورادينه خايب لانه دبساته مراق. والعلم عند الله، يمكن اكيد عم يحسبها وعم تطلع معه بالنهايه صفر. ايه شبهنا يا اخونا نص ال 1500. عفوا عم تحاكيني الي؟ إلا كان عم احاكي خيالك، شبهنا عم اقول لك نص ال 1500. وشو المناسبة؟ هيك رزالة، عندك مانع؟ يا ولد اعطيني الحساب. لا تعطي شيء، خلي الحساب علي. شو؟ لك ليش عم تمد ايدك على جيبتك؟ قلت لك خلي الحساب علي. طيب مثل ما بيقول المعلم. السلام عليكم. لوين يا مسهل؟ طالع برات القهوة. ايه عود، عود عود بلا دواوين. عم يقول لك المعلم عود يعني عود. كلمة المعلم ما بتصير تنتين منوب. ايه حاضر. وهي قاعدة. قلي لشوف شو وجعك؟ يعني قعدتك بالقهوة هون وراها مصيبة مرسومة رسم على وشك. قلي بقى شو وجعك؟ احكي يا استاذ، احكي وفضفض، لأنه الحكي صابون القلوب، بيغسلها غسل وبيرجع البني آدم خفيف نظيف وكأنه تخلص من جبل راكب فوق صدره ركب. وشفشني بإذني، تجارتك بايرة شي؟ لا. عشقان ومو طيب؟ لا. الرزقة ضيقة وما عم تكفي؟ لا. إيه العمى بقلبك، شو عاطفي لك؟ يا سيدي طلقت مرتي. إيه وين المشكلة؟ عم قل لك طلقت مرتي. وبعدين شو صار؟ بس ما صار شيء. هلا مشان هيك قاعد القعده وحامل هموم الدنيا على كتافك. شو بدي اقول انا لك؟ انا مثل ما بيعرف الجميع طلقت نسواني التنتين بليله واحده وبدون ما ينهزل لي شعره. بعتت كل وحده منهم لبيت اهلها وانا عم بدلق ورا كل وحده منهم جره مي طلياني. اذا انت طلقت نسوانك التنتين يا ابو الفوارز، ايه انا ومالكم يمين علي طلقت نسواني ثلاثه بنفس الدقيقه ورجعت كملت عشاي ونمت نوم العوافي وبدون هز. فزيت ثاني يوم الصبح من على بكره بكير على شغلي خالي البال ومرتاح الخاطر. اخي ليش لحتى تروح لبعيد؟ داعيك طلقت نسواني الاربعه بنفس اليوم وبدلتهم بطقم جديد خلنج على الحارك. حاكم محسوبكم، ما بيحب الوحده بتاتا، هيك الله خلقني معشراني وبحب النسوان. اربع نسوان؟ ايه اربعه، لانه الشرع مو سامح لنا باكثر من هيك، بقى مشان هيك ما بيطلع لنا اكثر من اربعه، مو هيك يا جماعه؟ ايه سيره ومفتحين، شو رايكم باللي قدر يطلق خمس نسوان طقه وحده؟ خمس نسوان؟ ايه نعم. بنفس الوقت؟ بنفس الوقت. إلا هي قصة ما بتصدق معلم. وإذا كنت أنا اللي عملت هالشي بتصدق ولا ما بتصدق؟ هو كلامك ثقة معلم، بس الشرع مو سامحنا نتجوز أكثر من أربعة، بقى كيف قدرت تطلق الخمسة دفعة واحدة؟ طب قاعود، الله بالعين ما انشاف بس بالعقل انعرف، بقى شلون زبطت معك هي القصة؟ يعني بصراحة قاعود كلامك بمخول العقل مخولي. والاستاذ ما بده يحكي؟ شو بدي احكي؟ يعني ما بدك تعلق لك شي تعليق على الموضوع؟ والله يا معلم ما بعرف شو بدي اقول، بس مثل ما قالوا القبضايات، يعني القصة غريبة فعلا وما بتصدق. بقى يا ريت تنورنا وتوضح لنا إذا ما عندك مانع، كيف زبطت معك القصة؟ ها ها، قلت لي كيف وهون حطنا الجمال. هذا يا جماعة الخير، بيوم من ذات الأيام كنت قاعد بالدكان ولا على بالي. ومدري شلون حسيت بحالي تعبان، قلت يا رجال انتع حالك ورجع على هالبيت وكفاها المولى برزقة هالنهار. طبقت العبي فوق بعض البعض وحطيت القصب على جنب والمخمل على الرفوف ورخيت هالغلا وقلت يا ميسر. ملكة قومي الله يرضى عليكي اغسلي ماكينة هالكبة ونشفيها قبل ما يجي ابو قاعود ويشوفها. قوام حبيبتي قوام تحركي. يتقبريني لا تحكي لي هم، يطعمك الحج والناس راجعة. قبل شوي جليتها وخبيتها بقرنتها.
انه انا بدي افهم ليش ابو قاعد حاطط دابه وداب جرن الكبه؟ يعني شو بصير اذا فرمنا الكبه بالماكينه؟ بتخرب الدنيا؟ انا بعرف، قال طعمتها بتفرق. يو دخيلك، لا بتفرق ولا شيء، اذا دقت بجرن الكبه ولا انفرمت بالماكينه نفس الطعمه. هلا ليش عم تقولي الحكي بيناتنا يا ضرتي؟ قولي هالكلام بوش ابو قاعد. انت اكبرنا واقدمنا، كلامك بينزل على قلبه مثل العسل. صحيح، بس من تمك احلى يا كحلة. هلا شو بدنا باللعي والكلام يلي ما بينفد؟ يا حسرة قايله، وابو قاعد ما بياكل الكبة الا اذا كانت مدقوقة بجرن الكبة. يعني هالشغلة صرنا حافظين عن ظهر قلب، بقى ما عاد في لازمة نرجع نعيد ونفتق بالسيرة. ليش مو كل مرة عم نطحن الكبة بالماكينة وعم نقول له انه دقيناها بجرن الكبة؟ ايه والله صحيح. ايه معناتها ما عم يفرق الطعمة، عم ياكل بالاربع والكف. ضرتي فلكي؟ بخير تقبريني؟ قومي بقلك، بدنا نحط لنا شوية برغل ولحمة بسفل الجرن حتى يتأكد أبو قاعد إنه نحن عم ندق الكبة دق، مو عم نساويها بالماكينة. وحاجة بقى قيموا لي هالسيرة وحاجة لثلاثة يوم. بس بتعرفوا شو عم يخطر لي يا ضرايري؟ شو؟ عم يخطر لي إنه بعيد الشر إذا صدفت شي مرة ودري أبو قاعد إنه نحن عم نطحن الكبة بالماكينة بدل ما ندقها بالجرن. أهلتكم شو رح يعمل فينا وقتها؟ شو بده يعمل يعني؟ يا ستي اذا فلقت حالها بده يبطل ياكل اكله الكبه او بده يحرد له شي جمعه زمان مثل عوايده. قولي على قامتي ان شاء الله. لك منين اجى ببالك هالبار رشيقه؟ الله لا يقدر، كش برا وبعيد. يلا يلا قومي بلا ثلاثه، قومي يلا بلا ترسي، روحي لشغلك، شوفي الفرتوكه شوفي. بعدين هو منين رح يدرى انه نحن عم نطحن بماكينه الكبه؟ اصلا هو مو عارفان انه جارتنا كوكا بنقطتنا بماكينه كبه وقت نفاس رشيقه بابنها تيسير. ولك فلكي يلي بخاف من العفريت بيطلع له، ايمونا من السيره بايو. شو هاد حاجه تفاولوا؟ والله صرت خاف من اكله الكبه، صرت احكي الهمه وين بدي اخبي الماكينه، وبدني بيفور وبيهمد بيفور وبيهمد وبيطلع لي انقطع لطع. إيه لا تفوري ولا تهمدي ولا على بالك، نحن احسن شيء نضل من تم ساكت على اساس الكبه دقينا بالجرن وصلى الله وبارك، لا من شاف ولا من دري. فلكي ناوليني الحشوة من عندك زكاة إيديكي. ما في عندكم غير فلكة فلكة. أوكار؟ مو هذا جارنا أبو قاعد؟ شو بيعرفني؟ أهلاً أبو قاعد. سلام عليكم. والله إنك ابن حلال وابن الحلال عن ذكره ببان. ليش كنتوا عم تذكروني؟ يا سيدي نحن جايين لعندك خصوصي. إيه ميت أهلا وسهلا، أنتوا بتشرفوني وبتأنسوني. وهذا بيتك الصغير جار. لك يسلم البيت واصحابه. ليش واقفين هون؟ تفضلوا تفضلوا. لا معلش نحن جايين نستعير من عندك غرض ونمشي. ايه من عيني هي قبل هي. تسلم. هذا البيت بيتك جاري. ايه كوكب فوتي لكان انتي، جيبي الماكينه وتعي، انا باخذها منك من على الباب. ماكينه خياطه؟ لا جارنا، ماكينه الكبه. ماكينه الكبه؟ ايه انو ماكينه هاي؟ ماكينتكم. اي بس يا عيب الشوب منكم، نحن ما عندنا ماكينه كبه. يو كيف ما عندكم ابو قاعد؟ ايه انا بايدي نقطت لرشيقه خانم بماكينه كبه وقت نفاسها بابنها تيسير. نقطتي رشيقه مرتي بماكينه كبه؟ ايه وان شاء الله بتتهنوا فيها. شو نجا؟ ليش هيك تغير لونك وانخبط بدنك؟ ما في شيء ما في شيء. تفضلوا البيت بيتكم. يلا 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 تفضلي يا اختي تفضلي. بدك تسمح لي دقيقتين جاري؟ مثل ما بتأمر. تفضل تفضل. بيت بيتك. بيت أهلا وسهلا. أهلين كوكب خانم، شرفتي. إيه جارتنا؟ قلتي للخان ماتش وطلبك؟ لا لسه.
خير كوكب خانم، شو طلبك؟ يعني أنا كنت جاية، يعني إذا ما فيها سئلة جاية استعير ماكينة الكبة تبعكم. ألو ماكينة؟ ألو ماكينة كبة؟ يو ماكينة الكبة اللي نقطت فيها رشيقة خانم وقت نفاسة بابنة تيسير. نقطيني أنا؟ تيسير؟ منو هالتيسير؟ يو اسمعوا على السمعة، ابنك تيسير شبنا رشيقة خانم. شو نسيتي انك ولدتيه وعملتي له مباركة نفاس واجيت انا باركت لك ولساتني عروس؟ ايه شو بدك بابني تيسير هلا؟ يو انا ما عم احكي عن تيسير، انا بدي استعير منكم ماكينة الكبة عيرة وبرجع لكم اياها رأسا بعد ما خلص منها. غلطانة كوكب غلطانة، نحن لا عنا ماكينة ولا غيره، ما شفتينا كيف كنا عم كبكب الكبة اللي دقيناها بالجرن وليكو الجرن قدامك. اما قصتكم عجيبة، إذا كان عندكم ماكينة كبة فليش حتى تدقوها بالجرن ده؟ لسه بتقلي ماكينة كبة؟ غلطانة يا أختي، نحن ما عنا ماكينة كبة، نحن ما عنا غير هالجرن هاد، ولسبت إذا بدك تستعيريه من عيرك يا بس يا ترى تقدري تحمليه؟ إيه؟ إذا ما بدكم تعيروني ماكينة الكبة تصطفلوا، أنا ما بقدر أغصبكم لأنه شغلة مو بالزور. يلا خاطركم استني جارتنا فلكي، فوتي طالعي ماكينة الكبة لجارتنا كوكب. بس نحن ما في عنا ماكينة كبة. ولك بدكم تكذبوا علي أنا الثاني كمان؟ ولشو لحتى نكذب عليك؟ يعني لو في عنا ماكينة كنت شفتنا حاطين الجرن ونازلين فيه طرق سفق رقع؟ الله يسامحك يا كوكب خانم على الاستفادة. هلا اتركي لي كوكب خانم لحالة وخلي محكاكي معي أنا. وين الماكينة؟ ما عنا ماكينة. ما عنا ماكينة؟ لا ما عنا. إيه لك الروحي يا هيام وانت طالق بالثلاثة. ولي على أنت عليك يا هيام، عم تطلق مشان شافت ماكينة؟ مو حرام عليك؟ وانت عم تدافع عنها؟ وانت كمان يا بشيرة انت طالق بالثلاثة مثلها. يبعد لهم ما تستقبلني عليك يا بشيرة، خاف ربك يا رجال، الله ما بيرضى بالظلم، خاف ربك. خاف ربي؟ وانت كمان يا رشيقة طالق بالثلاثة. ولي على قامتي وقامت حظي المسخم، إذا لنسوانك لإلك منهم ولاد ما ارتدعت وطلقتهم، لكن أنا شو بدي يصير فيه اللي مالي لا ولد ولا تلا؟ ليش أنت نافدة؟ روحي صفي معهم. وأنت مثلهم طالق بالثلاثة. بدك تدغري أبو قعود؟ صحيح إنك رجال قاسي وما عندك قلب، يعني لا تأخذني بهالكلمة. العمى أنا بحياتي ما سمعت هالسمعة، واحد بيطلق نسوانه مشان جرن أو ماكينة كبة، وين صارت هي؟ إيه ما في عدل بهالدنيا؟ إيه وأنتي كمان طالقة بالثلاثة إذا بيوافق جوزك. وأنا قبلت ووافقت لأنه بغشمنتك كنت السبب بطلاق نسوانه الأربعة. قولي على قامتي إن شاء الله. معقول؟ معقول مشان جرن كبة خرب بيت خمس نسوان؟ لا اوعى تغلط يا بضاي، مو منشان جرن الكبة، منشان ماكينة الكبة يلي ضلوا لآخر دقيقة يكذبوا ويقولوا ما عنا ماكينة منشان الكذب. فهمت بقى يا بضاي؟ ايه بيجوز، بس هي كانت كذبة بيضة، ولا تواخذني يا معلم إذا قلت لك إنه عقاب هالكذبة أكبر منها بكتير. ايه حكي فاضي، الكذب ما إله لون، الكذب كذب شو ما كان يكون. بس يلي حابب افهمه انه ليش حضرتك ما كان بدك مداماتك قصدي العيله يعني انه تطحن الكبه بالماكينه؟ يعني بمعلومك الماكينه اريح واخف واسهل، بقى ليش جرن الكبه؟ ها ها قلت لي ليش. هلا واحد مثلي عنده اربع نسوان كل وحده منهم بتخلالها بلد، شو بيعمل لحتى يريح باله؟ لازم يخلي نسوانه على طول هلكانين وتعبانين وفنيانين من الشغل والركض، وما فيهم حيل ولا جلد للقال والقيل والأخذ والعطا والصد والرد وشد شعور بعضهم والتفكير يلي بلا طعمة. إيه لكان بقى جرن الكبة هو الدواء، كل يوم بيعملوا الكبة كل يوم وبينزلوا دق بهالجرن، ومعلومك دق الجرن بهد المفاصل وبيتعب العصب وبيسرع الراس وبده قوة جبارة. بيقوموا هن بفشوا خلقهم بالدق والخبط والسفق والرقع، وانا بريح بالي من السق والناق وخناقاتهم بخلقتي كل يوم. والله هي هالفكره جهنميه يا ابو قعود وما بتخطر ببال حدا. بالاذن يا جماعه.
لوين يا مهول؟ رايح صالح المرة ورجعها، بس قبل كل شيء نازل اشتري لها جرن كبه بخاطركم. يا عبد الغني قوم تعال عندي فورا، تترك كل شيء من ايدك تجي لعندي بدي اياك. احترامي سياده الوزير، خير في شيء؟ هلا نحن ما كنا نخلص من شكاوي الاهالي ببلده نبع الحليب. ليش في شكوى جديده ازعج سيادتكم؟ وكانت شكوى واحده كانت مساله هانت، بس مو صفحه كامله كلياتها شكاوي. تفضل شوف بعينك. بلده نبع الحليم تعيش في العصر القديم، الهواتف معطله منذ شهر، الشوارع محفره منذ سنتين، رشاوى على عينك يا تاجر، الاوساخ تملأ الشوارع، الجرذان تلعب مع الاطفال، حرائق مفتعله للغابه القريبه، اللصوص يسرحون في وضح النهار. العمى على القصه، معقول كل هالكلام ينزل بالجريدة؟ سيدي إذا أجيت هلا ما كان شاهين رئيس البلدية يرد على الشكاوي أول بأول ويبعث لنا لهون على المكتب. سيدي الوزير، لقد تمت معالجة الشكوى، يرجى أخذ العلم. صحيح سيدي، هذا يلي كان يصير دائما. وهلا شو صار؟ أنا بدي أعمل تحقيق لحتى أعرف مين الصادق من الكذاب. سيدي بتحب روح أنا على نبع الحليم وأتأكد؟ لا، هالمرة أنا اللي رح أتأكد. كيف سيدي؟ رح أروح بنفسي على نبع الحليم وتأكد من الأهالي عن قرب. هذا أنسب حل سيدي. وإمتى ناويين تعملوا هاي الزيارة؟ إن شاء الله بهالكم يوم. مرحبا أستاذ شاهين. أهلين أستاذ عبد الغني، أهلا وسهلا فيك. لك وينك يا رجل؟ إلنا زمان ما شفناك ولا سمعنا هالصوت الحلو. اسمعني منيح هلا وبلا هالمجاملات، سيادة الوزير بده يزوركم بهالكم يوم زيارة مفاجئة، بقى اعمل حسابك. اهلا وسهلا بالسيد الوزير، امتى ما شرف. بس خير استاذ، ليش بده يزورنا يا ترى؟ شو بالظاهر انت ما بتقرا جرايد؟ ما قريت المقال كاتبينه عنكم بالجريدة اليوم؟ امبلا قريته استاذ عبد الغني، بس هذا كله حكي حساد ومغرضين. اي والله كله افتراء بافتراء. اسمع شاهين، هالكلام كله لا بينصرف ولا بينعرف. سيادة الوزير بده يجي لعنكم هالكم يوم، وبده يعمل لقاء مباشر مع الناس ويشوف بعينه ويسمع بإذنه يلي عم بيصير. بقى اعمل حسابك على وقت بيكون أفضل. طيب ما بتعرف حضرتك إمتى جاي الوزير بالضبط؟ يعني مشان نعمل ترتيباتنا؟ والله لحد هلا ما بعرف، وبس قدرة رح خبركم فورا. ولو مالكن عزيزين علي ما بخدمكن هي خدمة. بقى دير بالك ولا تجيب سيرة لحدا بنوبها. لا يا أستاذ عبد الغني، لا توصي حريص، معقول يعني؟ وتأكد يا أستاذ أنا ما رح أنسالكن هالمعروف أبداً. الله يخليك يا سيدي، مع السلامة. مع السلامة. ألو منى، بلغي لي أعضاء المجلس البلدي باجتماع طارئ فوراً. إيه اليوم؟ الساعة 5. يعطيك العافية. الحقيقة أنا دعيتكم لهالاجتماع الطارئ لأنه دريت من مصادر موثوقة أنه سيادة الوزير رح يقوم بزيارة مفاجئة للبلد. شو بكون عم تتوشوشوا؟ سيدي ممكن نعرف سبب هالزيارة، لأنه ما في بالعادة يزورنا وزير. هو بيني وبينكم في بعض الناس المغرضين بهالبلد بعتين شكاوى علينا للجريدة، شي صار وشي ما صار. قال شو؟ الكهرباء عم تنقطع عنا باستمرار، وإذا اجت عم تجي ضعيفة. شو نحن قطعناها يعني؟ وقال شو؟ الحفريات مملية الشوارع، شو نحن حفرناها ونسيناها؟ وقال شو؟ المجارير سارحة وين ما كان ومعومة البلد، شو نحن سطمناها ولا فلتناها؟ وقال شو؟ نحن عم نقطع المي وعم نضر بمصالح الناس، شو علاقتنا نحن إذا ما نزل المطر؟ الشغلة بيد رب العالمين. على كل حال أستاذنا لا تخاف، نحن أمورنا كلها نظامية وقانونية 100%،
وما عليها أي غبار. إيه أنا متأكد من هالشي ولو متأكد. أستاذ هدول المغرضين اللي عم يجرجروا يبعثوا شكاوي لازمهم قص راس وقطع إيد، قص لسان وقطع إيد. طول بالك هلا يا إبراهيم، طول بالك وخليني مرق هالزيارة على خير، ولكل حادث حديث. بقى مين بتقترحوا يكون موجود بلقاء الجماهير المفاجئ لسيادة الوزير؟ أستاذ أنا بقترح نبعي المثقفين وهالكم أديب اللي عنا، شو رأيكم؟ لا لا شو الاقتراحات؟ ما بتعرف إنه هدول بيقروا وبنقوا كتير وما بيعجبهم العجب ولا صيام برجاء؟ والله أنا بقترح ندعي التجار والصناعيين وأصحاب الحرف، هيك بيكون أفضل. وشلون ركبت معك إنه هدول أفضل؟ إيه هدول دائماً بيشكوا وعلى طول بيقولوا لك السوق كاسد، الضرائب كتيرة، عم نخسر من راس مالنا، التموين عجزنا، ومن هاللعيهات بقى اقترحوا لي غيرهم الله يرضى عليكم. أستاذ أنا بقترح إنه ندعي مخاتير الأحياء كلها وكل واحد منهم بيجيب وجه أو وجهين من كل حارة. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا والله، ولك هدول مبوجئين وكل واحد رح ينبحث شكل على سيادة الوزير. دخيلك حاراتنا مهملة، دخيلك الباصات ما عم توصل، دخيلك ما منشوف من المسؤولين إلا الشرطة والمباحث، الفيران هلكتنا، البرغش دبحنا، شبابنا بلا شغل، ما شفنا كالناس الزبالة من سنة ومن هالحكيات. طيب مين بتطرحوا سيدنا؟ ولا يهمكم اطمنوا أنا راح أجيب لكم جماعة يمثلوا كل الشرايح، بقى لا تاكلوا هم وحطوا رجليكم وإيديكم بمي باردة. ألو مرحبا أستاذ شاهين، حبيبي سيادة الوزير بكرة جاي لعندكم، بقى دبر حالك، مع السلامة. ويا سيادة الوزير، إن أبناء بلدتنا الحبيبة يرحبون بكم أجمل ترحيب، وإنه لشرف عظيم أن تزورنا لتطلع بنفسك على مشاكلنا التي لم نأل جهدا نحن مسؤولي هذه البلدة في معالجتها بكل الوسائل، مسترشدين بتعليماتكم وتوصياتكم. وها هم ممثلو الشعب أمامك يا سيادة الوزير، فسل ما يحلو لك. وأنتم أيها المواطنون الشرفاء، يا من تمثلون هذه البلدة أحسن تمثيل، كونوا صريحين واضحين، وإياكم ثم إياكم أن تسكتوا عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. إن سيادة الوزير قد تجشم عناء السفر وجاء إلى بلدتنا فاتحا قلبه كي يسمع همومكم وشكواكم، فقولوا ما في خاطركم وقلوبكم دون رقيب أو عتيد، وما أحلى لقاء الصراحة بين المواطن والمسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الوزير جاي مشان يسمع مطالبكم، بل إله شكوى أو طلب يتفضل. أستاذ صراحة نحن ما عنا أي مطالب. إيه سكوت سكوت إذا بتريد، أنت احكي عن حالك وبس، لا تحكي بلسان المجموع. بعدين شلون مالكم مطالب؟ لكن ليش هالجماهير جاي لهون بشكل عفوي؟ طيب المطلب بدكن يا عام سيدي ولا شخصي؟ لك شو شخصي ومخصي أنت التاني؟ سيادة الوزير جاي يسمع بنفسه المشاكل اللي بتهم أكبر شريحة من المواطنين. الأمور الشخصية تركونا إياها لبعدين. أنا بدي أحكي سيدي. أحكي ابني أحكي لا تخاف، شو مطلبك؟ سيدي نحن نطالب بإشارة مرور بشارعنا سيدي. بس؟ بس هات مطلبك هات. سيدي نحن بدنا المكرة يوصلنا لآخر الخط، مو ينزلنا بأول ويمشي. ولا يهمك أكيد رح يوصل. سيدي بدنا تغيرونا اللمبات الغازية اللي منورة شوارعنا لأني شفتها نايصة وراح تحترق. راح نغيرهم بلمبات جديدة ولا يهمك،
غيره؟ سيدي بدنا يعزلوا لنا البلديع اللي بالشوارع لانه جاي الشتاء وخايفين تطوف المي علينا. سيدي بدنا ما تنفقد الفراطه لانه بدنا نتعذب بالعيد بهالقصه. ولك حاجه بقى العمى ضربك انت وياه العمى. شو هالمطالب السخيفه هي؟ جايبيني من العاصمه لهون على ملا وشي مشان اسمع منكم هالمطالب التافهه؟ سيدي قلنا لكم ما لنا مطالب، ما صدقتونا. لكن شو قصه هالشكاوى اللي عم تبعتوها للتلفزيون والجرايد كل يوم مثل زخ المطر؟ سيدنا هدول اكيد جماعه حقودين حسودين ويعني ولهم مقارب مشبوهه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وهلأ يا شباب راح البعبوع، بقى اطلعوا لي على الباص حتى نطعميكم شاورما. ايه يلا